جميلا عليكم جميعا. النهارده نعمل رحله في مدينه تشانغ ماي، نروح المعبد وصلنا ان شاء الله لل معبد وات فرات هات من أقدم المعابد ومن أهم المعابد في مدينة تشانغ ماي. ده المعبد اللي فيه البوذا، وهو مكوع زي ما انتم شايفين في الصورة في الفيديو، مكوع ضارب السرير متمدد على الكنبة، واخد بالك ومرتاح ومرتاح. المعبد ينزلين دلوقتي السلالم دي 350 سلمة.